لو عايز تعرف ازاي حولت كانفا العادي لكانفا برو او المدفوع، وكل ده بشكل سهل جدا هنشرحه في الفيديو. زي ما انت شايف كده بقدر استخدمه بكل سهوله وحمل فيديوهات، زي ما انت شايف كده واقدر اشغلها وهي من غير اي لوجو او شعار على الفيديو، واقدر كمان اغير الشكل اللي انت شايفه قدامك ده، واقدر كمان احمل الفيديو زي ما انت شايف بتحكم في الجوده اهي وكل حاجه بشكل عادي، واقدر احملها كمان وهي نزلت معانا وتقدر تتحمل بكل سهوله. زي ما انت شفت كده في بدايه الفيديو هو ده الموقع اللي هنستخدمه النهارده. في البدايه كده بتعمل اي حاجه، اي اسم واي رقم ايميل واي حاجه، يعني بتعملها بشكل عشوائي جدا، واي رقم مش لازم رقمك الشخصي. وبعد كده بيفتح معاك الواجهه اللي انت شايفها قدامك دي، تبدا تنسخ اول واحده فوق خالص، بتدوس عليها نسخ وبتروح على كانفا. زي ما انت شايف هنا كده دي حاجه مفتوحه عندي، ولكن الايميل ده ايميل محتاج فلوس عشان تقدر تستخدمه بشكل مدفوع، فانا هطلع من الايميل ده تمام وابدا اخش على جيميل، واجي هنا وادوس على بيست، اعمل لاصق للايميل اللي انا نسخته، اروح موقع تاني واخد الكود واجي ارمي الكود هنا. زي ما انت شايف كده استنى شويه، هو في كود جديد نزل، اخد الكود ده. ايوه اهو، في لازم تبقى ايه بشكل مستمر عشان الكود بيتغير كل 5 ثواني تقريبا او 10 ثواني، فانت لازم تبقى ايه سريع والنت عندك كويس. اهو ابدا اروح، الايميل بتاعي اتغير، خلي بالك برده من النقطه دي، لان الايميل عندي اتغير، باخد كلمه الكود، باخد الكود ولكن الايميل اتغير، عشان كده مش عايز يلقط معايا. تمام، رميت الكود هنا قال لك غلط، في كود نزل جديد. واشتغلت معايا زي ما انت شايف كده، فتح معايا الموقع اهو، هو شكل الايميل ده زي ما انت شايف. اهي لو جيت دخلت عليه اهو، هو ده الايميل بتاع اوكسام عشان تبقى ايه فاهم يعني. تمام، وابدا اروح على فيديو عشان نجرب ايه الموقع مع بعض، يعني هل هو مدفوع فعلا ولا اي كلام. دخلنا على كانفا زي ما انت شايف كده قدامك الواجهه البيضاء، ابدا بقى اروح على الفيديوهات عشان ايه، عشان احمل فيديو. دخلنا على الفيديوهات اهو، نختار مثلا انهي فيديو فيهم، اختار الفيديو ده، ابدا ينزل معاك على طول. هنطلع من البتاعه دي، ايه ده مش فاهم، هنطلع منها وبعد كده يبدا يظهر معاك الشكل اللي شايفه قدامك ده، نكبره عشان نملى بيه الشاشه كلها. تمام، ايوه بالشكل ده كده احنا ظبطناها بالظبط، وهو الفيديو شغال من غير علامه مائيه ومن غير اي حاجه خالص. تمام، واقدر كمان اتحكم بقى في ايه، في ان انا اغير مثلا السايز بتاع الحجم اللي هو ايه من الفيديو لشورت وكده يعني بكل سهوله، وابدا كمان ان انا اقدر احمل الفيديو بتاعي اهو، واقدر اتحكم في الجوده بتاعته بكل سهوله وسهل جدا. تمام، ممكن احمله اهو، هياخد وقت معاك يحمل بتاع دقيقتين ولا حاجه على حسب قوه النت عندك، وبعد كده هيقول لك اكتمل التحميل. فالطريقة دي شغالة زي ما انت شايف، واقدر احمل اي فيديو، مش شرط الفيديو اللي هو قدامك ده، يعني لو جيت اخترت مثلا فيديو تاني زي مثلا الفيديو بتاع الحيوان ده، كبرته هو على نهاية الصفحة خالص، هيبدأ بقى ايه يشتغل زي ما انت شايف ومن غير برضو علامة مائية اهو بكل سهولة. اهم حاجة في التركية دي ان انت تبقى متابع الاول لحظة بلحظة في الكود، والايميل لو اتغير تبقى اخد بالك يعني عشان يشتغل معاك بشكل كويس. تمام، هو الفيديو اشتغل معانا وتحمل على الجهاز وهو زي ما انت شايف من غير علامة مائية، اهو من غير علامة مائية ومن غير اي حاجة خالص، وكمان بجودة عالية. بس كده يا معلم نكون خلصنا فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وشير، تشيرك لو انت مش مشترك، وعايزين اكبر عدد من اللايكات على الفيديو ده عشان احنا بنتعب في تقديم المحتوى ده، وباذن الله في اكتر من طريقة عشان تفعيل كانفا وشات جي بي تي، ولما نخلص منهم هتلاقي كاتبين اخر فيديو مثلا او حاجة، ولو نزل الحاجات الجديدة هنشرحها. وسلام.